اول شيء نجيب الباذنجان هاي نقصها بالنص، بعدين شو نسوي؟ نقصصها على شكل مربعات. بهالشكل اريدن. على مود ليش؟ على مود يستوي عندنا الداخل مالتها. وهاي همينا نسوي لها بهالشكل. هسه نسوي؟ نخليهن على صفحة. شو نجيب؟ نجيب الطاسة هاي مالتنا. خلي دبس الرمان زيت الزيتون ملح شوية زعتر بري. ليش؟ على مود يعطيها طعم يخبر. ونبرش ثوم، الثوم ويا الباذنجان طعم رهيب. وش نسوي؟ تنزل هنا عدو قبل. نخلط المواد كلها زين. بس شو نسوي؟ نجيب الباذنجان وننزل الصلصة هنا ونسوي لها بهالشكل. هسه شو نسوي؟ نخليهن بالبايركس ونخليهن على درجة الحرارة 150 على فوق وجوا لمدة ساعة أو نص ساعة لحد ما تستوي نطلعها. خليها بالفرن هنا على فوق وجوا. شوية نخلي الزيت هنا على الطاوة. وشوية زبدة الريش ويا الزبدة ويا الزيت يعشقها يموت عليها يعشقها يموت عليها. حلوة هاي عجبتني. بس عشان نجيب ثوم وننزله هنا واحد اثنين ونسوي بهالحركة. بس يحمى عندي الزيت كل الزين ننزل اللحم.